عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذه الجملة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وذلك لأن الدفن في البيوت تترتب عليه مفاسد كثيرة، من بينها أولا أنه سبب للغلو في هذه القبور، والشريعة جاءت بحماية التوحيد وجاءت بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. ثانيا أن في هذا الدفن حرمانا لهذا المسلم المدفون في البيت من دعاء المسلمين إذا زاروا المقابر. ثالثا أن فيه إلحاق ضرر بالورثة، فإن هذا البيت لو بيع فإنه لا يساوي إلا شيئا قليلا. رابعا أن في الدفن في البيت يوجد وحشة ورهبة لأهل البيت، وهذا هو معقول شسا، فإن النفوس تستوحش ولا سيما بالليل تستوحش من القبور. خامسا أنه ربما ينهدم هذا البيت ثم يظهر هذا القبر ويحتاج إلى البناء عليه مرة أخرى، والشريعة جاءت بالنهي عن البناء في القبور. سادسا أن في دفنه قد يحصل عنده من اللغو والرفث ما يتنافى مع زيارة القبور ومن الاتعاظ بها، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، إلى غير ذلك من المفاسد التي تظهر للمتمعن في حكمة النهي من هذه الشريعة الغراء لهذا الأمر.